السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم في البارت الثاني من شابتر كارفي لينير كوردينيت سيستم لمادة فيزياء رياضية واحد. اليوم راح نجمع الأشياء اللي وصلنا فيها بآخر لايف. وصلنا عند نقطتين مهمات أو معادلتين مهمات. المعادلة الأولى كانت إيش اسمه السكيل فاكتور، وكان السكيل فاكتور كنا نقدر نكتبه بهاي الصورة اللي هو الاتش اي ماشي تربيع يساوي بارشل اكس على بارشل كيو اي ماشي الكل تربيع صراحة زائد بارشل واي على بارشل كيو اي برضو كل تربيع زائد بارشل زد على بارشل كيو اي كل ايش تربيع. تمام بهذا الشكل. هسا هذا قلنا ايش اسمه، هذا اسمه ايش سكيل فاكتور. شرحت المرة الماضية شوف فكرة من السكيل فاكتور، قلنا الكيو واحد والكيو اثنين الكيو هذول الكيو اي هو عبارة عن ايش الجنرال كاربيلينير كوردينيت سيستم. اظن في احداثيات المعلم من خلالها راح افصل هذول الاشياء لان بقدر احدد النظام. مثلا اذا كانت إذا كنت أشتغل كارتيزيان فراح أشتغل أنا بإكس واي زد. تمام إذا كنت أشتغل سفيريكال راح أشتغل بآر ثيتا وفاي. إذا كنت أشتغل سلندريكال راح أشتغل مثلا بإيش بالآر والفاي والزد. تمام طيب هاي عبارة عن السكيل فاكتور. طبعا كتبنا الإليمنت لينكث إليمنت كتبناه بالجنرال كارفيلينير كوردينيت سيستم، وكتبنا الإليمنت في أريا، وقلنا انه بتكون له تو اندسيز بيكون انه اي وجي لانه حسب المساحات. طبعا هاي مش راح تكون واضحه الا لما ناخذ السفيريكال والسلندريكال. واخذنا ايش الاليمنت فوليوم للجنرال كارفيلينير كوردينيت سيستم، ف انه نقدر نكتبه بصيغه عامه بهذا الشكل. الدي ال بيساوي عباره عن ايش بيكون يكون h1 ماشي او hi ai hat في ايش في dqi زائد او دقيقة شوي دقيقة h1 او hi خليها زائد hi a2i ماشي بعد دقيقة شوفوا الكتابة عني بديش اخرب الصياغة تبعتها. ايوه واحد اثنين هاي هنا واحد وهي واحد ثلاثة. هاي بتكون عبارة عن اثنين اتش اثنين اي اثنين دي كيو اثنين زائد اتش ثلاث دي كيو ثلاث في اتجاه الاي ثلاث. تمام بس خربطنا ماشي. دي ال DA هون كانت المشكلة فيها هاي وفيها خطوة جديدة. DA بدها تساوي ماشي عبارة عن شو هي أصلا نقدر نكتبها، نقدر نكتبها DL للI في DL للJ، يعني هي عبارة عن طول في عرض المساحة ماشي. فهي ممكن تكون إيش HI هي هون خربطة صارت في HJ في DQI في DQJ. طبعا عندنا هاي DA هاي الـ element of length هاي الـ element of area استضرنا نستخدم بالتكاملات. بينا ايش الاليمنت فوليوم الدي تاو ماشي هون شو بسموها دي تاو. اذا تكون عبارة عن شو اصلا دي ال واحد في دي ال اثنين في دي ال ثلاثة. طب ليش ما حطينا دي ال اي جي كي؟ لانه هاي مش الواحد واثنين، مش الفكرة بواحد واثنين. طبعا هاي فكرة المساحة راح اضلها شوي مش واضحة الا لما نبلش نخرط راح ارجع ايتها. هاي هون طول وعرض وارتفاع، يعني دي ال واحد دي ال اثنين دي ال ثلاثة نفس النظام. فهي بتكون هذا الشكل عبارة عن شو اتش واحد في اتش اثنين في اتش ثلاث ماشي مضروبة في دي كيو واحد مضروبة في دي كيو اثنين في دي كيو ثلاث. واكيد مش راح نستخدم الايش اليونت فيكتور. طيب على فرض امدي اليونت فيكتور بالجنرال كارفيلينير كوردينيت سيستم بدي اياه، بدي اعرف شو اليونت فيكتور. بكل بساطة بقول ايه طب اي يونت فيكتور، يعني هاي الاي طب اي ايش تكون هاي ايش اللي هي اليونت
S of i ايه؟ يونت فيكتور. طيب S of i unit vector هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن واحد على h i ماشي في بارشل l على بارشل ايش q. يعني بس ناخذ مثال عليها ونطلعهم بالسلندر ال ضرب السلندر كالبسفيريكال راح نحتاجه، بس نشوف في الكارتيزيان ماشي. الكارتيزيان اتفقنا انه ايش، انه اتش اكس شو بتساوي، بتساوي واحد اتش واي حليت اخر اللايف الماضي واحد، و اتش زد هي برضو عبارة عن واحد ماشي. طيب الان بدنا نطلع هاي ونكتب ال ال، نكتب ال شو هي عبارة عن ال، بتكون ال ال ما نطلع مثلا ال a x unit vector، نطلع ال a x unit vector شو ده تكون ال a x unit vector. مثلا على سبيل المثال هاي ال a x ايش unit vector بتساوي واحد على واحد في بارشل ال، ال شو هي اي، ان هاي بارشل ال شو هي ال، هي عبارة عن x i hat زائد y j hat زائد z باتجاه ال k hat على بارشل كيو اي. انت قاعد تطلع بالنسبة ل x فبدك تشتقها بالنسبة ل x اكيد، فكون اشتق بارشل فهي صفر صفر صفر، فراح تطلع معك شو، راح يطلع معك اي هات، معناته ال a x شو تطلع اي هات. طيب نجرب بال a y، بنجرب بال a y، هاي ال a x اي هات هذا هن اليونت فيكتور، يعني هذا متجه طوله وحدة واحدة باتجاه ال x axis. ال a y يونت فيكتور ما هو الا عبارة عن شو، واحد على ال h واحد، ال h y قديش ال h y واحد، فهي واحد على واحد في برضه نفس الاسلوب x i hat زائد y j hat زائد z باتجاه ال k hat على بارشل x. طيب ال a y شو تساوي؟ مش ضغط ال x، عفوا هاي بالنسبة ل y، ال x بالنسبة ل y صفر، ال z بالنسبة ل y صفر، مش ضغط ال y بالنسبة ل y شو تساوي؟ واحد، أو بالأحرى j hat واحد مضروب بال j hat. طيب ال a z هاي يونت فيكتور شو تساوي؟ تساوي مشتقة ال x i hat زائد ال y j hat زائد ال z باتجاه ال k hat على بارشل z. معناتها شو راح تساوي ال a z يونت فيكتور؟ خلاص نفس الاسلوب، ال x بالنسبة لل z صفر، ال y بالنسبة لل z صفر، وال z بالنسبة لل z ايش صفر، فهي راح تكون عبارة عن ايش، a z a sub z تساوي k hat وعليها هذا الشيء. فهي هذول اليونت فيكتور، هذول ماشي شو نسميهن، نسميهن كارتيزيان ماشي، كارتيزيان يونت ايش فيكتور. بعد شوي راح نشوف احنا اللي راح ننتقل بعد هذا الموضوع اللي اجلته، اللي هو اللابلاسيان والسفيريكال والدايفيرجنس والجريدينت، راح ناخذهم بالكارتيزيان بالكارفيلينيا، بس ما راح اشتغل واحد فيهم لان اشتقاقهم صراحة طويل راح ياخذ وقت، ما جربتش اشتقن اصلا من قبل. فاحنا بكل بساطه بنقدر نشوف الاشتقاق تبعهم بالكتاب، بس ناخذ الصيغه العامه. ونصير لما ناخذ نظام احداثيات ايش نستخدم هذا الاشي، بس راح اوضح ان شاء الله. هذول اليونت فيكتور بالكارتيزيان كوردينيت سيستم تمام. طيب هسه بنروح ايش على موضوع اللي كنا عنده المره الماضيه، بدي اكتب الصيغة العامة او الصيغة النهائية للجريدينت للسفير للدايفيرجنس للكير وللابلاسيان ماشي. موجود اشتقاقهم بالكتاب من سكشن 2 ل 4 لسكشن تقريبا 2 ل 8. احنا شو راح نهتم؟ راح نهتم بالنتيجة النهائية، فراح اكتب ايش هاي الجريدينت. طبعا خلص بدي اختصر بدل ما ضل نكتب كارفيلينير كوردين سيستم، راح اختصرها سي سي اس ماشي. خلص سيستم تمام، كارفيلينير كوردين سيستم، راح اقول ايش ذا جريدينت، ذا جريدينت ان كارفيلينير كوردينيت سيستم ماشي. شو راح يساوي الجريدينت؟ جريدينت فاي احنا اخذناها بالشابتر الاول بالكارتيزيان،
اليوم راح نعيده ايش بالكارفيلينيا، راح يكون عبارة عن شو؟ عبارة عن واحد على اتش واحد في بارشل فاي على بارشل كيو واحد باتجاه ايش؟ الاي واحد يونت فيكتور، ماشي؟ زائد واحد على اتش اثنين في بارشل فاي على بارشل كيو اثنين في الاي اثنين يونت فيكتور بلس ايش اخر واحدة؟ واحد على اتش ثلاث في بارشل فاي على بارشل كيو ثلاث بالاي ثلاث يونت فيكتور. هذا الجريدينت فاي كارتيز اي ان كارتيز ان كارفيلينير كوردينيت. طيب هذا الجريدينت. بس الحين شو راح نساوي؟ مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال بس راح اكتبها هسه بشكل عام. الكارتيزيان احنا شو كنا نعرف؟ كنا نعرف انه هذه خطه ورقه جانبيه، يعني مثلا نمشي خرب الورقه هاي هون، بس كانت واحد اتش واحد في بارشل هاي صح؟ طيب احنا بالكارتيزيان، بالكارتيزيان شو كنا نقول؟ كنا نقول جريدينت فاي هو عباره عن بارشل فاي على بارشل اكس، واحنا كنا بالكارتيزيان شو كنا نستخدم؟ اكس واي وزد، يعني هاي كيو واحد عبارة بتساوي اكس، كيو اثنين بتساوي واي، وكيو ثلاث بتساوي زد. كنا نقول بارشل على بارشل اكس باتجاه الاي هات زائد بارشل فاي على بارشل واي باتجاه الجي زائد بارشل فاي على بارشل زد باتجاه الكي هات. طب تعال خلينا نجرب هذا الاشي صحيح؟ اه صحيح. ليش؟ نعوض مكان الاتش واحد، شو الاتش واحد؟ اللي هو الاتش اكس. شو الاتش اكس؟ واحد. الاتش واي قديش عندنا بالكارتيزين؟ واحد. الاتش زد قديش بالكارتيزين؟ واحد. سكيل فاكتور هذا، ماشي. ال A واحد او ال A واحد قديش بتساوي؟ I hat. ال A two بتساوي J hat. ال A three بتساوي K hat. طيب فهذول هذا الاسلوب نقدر ايش نحط؟ نقدر نقول هي واحدة اتش واحد، يعني تقدر تقولها اتش اكس اتش واي اتش زد، او بتسميها اتش واحد اتش اثنين اتش ثلاث، انت حر. فواحد على واحد في بارشل فاي على بارشل مكان ال كيو واحد، شنو نحط مكانها؟ نحط مكانها اكس اكيد، لان استخدمت الكيو واحد هي عبارة عن اكس. ال اي واحد هات، شو هي ال اي واحد هات؟ هي عبارة عن اي هات زائد بارشل فاي على بارشل الكيو اثنين واي باتجاه الجي زائد. يعني هاي الفكرة بس من الكارفيلينير. الكارفيلينير حالة عامة، حالات الخاصة مثلا كارتيزيان، ما مش حالة خاصة اقصد، يعني انه النظام هذا بصيغة عامة الجريدينت. احنا بدك تاخذ بالكارتيزيان بدك تعرف شو هن الكيو، شو هن الاي تبعت الكارتيزيان، شو هن السكيل فاكتور. طيب جيت اطلع من القوانين اللي اخذناها قبل شوي كتبتين في ايش اللايفات السابقة، يعني اللايف الاول رجعت عدتين اول هذا اللايف صفحة رقم واحد، تمام. طيب ذا دايفيرجنس، طبعا انا ناسي يوم كلمة ايش، ناسي كلمة مهمة اللي هي اورثوغونال، نظام الاحداثيات ايش؟ اورثوغونال كاربينيلر كوردينيت سيستم. المهم ذا دايفيرجنس يعني هو واضح انه معمم، بس لا عشان نكون صحيح شغلنا لازم نقول اورثوغونال، لانه ممكن تاخذ نظام احداثيات بشكل عام بس مش يكون متعامد. فهي هنا اورثوغونال اللي اصلا حاله خاصه حاله التعامد هاي، شرحناها المره الماضيه. المهم اول الموضوع بلشنا نحكي عن هذا النظام وقلنا ناخذ نظام احداثيات متعامده. طيب ذا دايفيرجنس divergence in orthogonal curvilinear coordinate system. نشوف ايش ال divergence، شو الصيغة تبعته راح تكون. الصيغة تبعت ال divergence بالنظام الإحداثيات المعمم، ال divergence يساوي ايش ال divergence؟ divergence ال A divergence ال A، هذا ال A طبعا فيكتور واضح هذا الشيء، بيساوي واحد على ايش؟ بيساوي واحد على اثنين، طيب شوي وباجي اتش واحد في اتش اثنين في اتش ثلاث. في بارشل A واحد
اتش 2 اتش 3 على بارشل كيو 1 زائد بارشل اي 2 في اتش 2 اتش 1 في اتش 3 على بارشل كيو 3 كيو 2 زائد بارشل اي 3 في اتش 1 في اتش 2 في بارشل كيو 3. طبعا بس ناخذ امثله عليها راح يصير اوضح. الان نيجي على الكير دي كير ان اورثوغونال سيدوس اس كارديو سيستم، نشوف ايش الكير. الكير شو بيساوي؟ يساوي نفس الاسلوب، واحد على نجيب سكيل فاكتور للنظام كامل بضربهم ببعض، اللي هي اتش واحد في اتش اثنين في اتش ثلاث في ايش؟ في اي واحد يونت فيكتور في اتش واحد في اي اثنين يونت فيكتور في اتش اثنين في اي ثري يونت فيكتور في اتش ايش ثري، في بارشل على بارشل كيو واحد في بارشل على بارشل كيو اثنين في بارشل على بارشل كيو ثلاث، في اتش 1 اي 1 اتش 2 اي 2 اند اتش 3 اي 3. تمام، من النقطة الساعات بس ايش اللابلاسيون، خلوا لي اللابلاسيون اللايف الجاي. ماشي، راح ابلش من عند هنا اللايفات كنت حابس بس خلاص مش مشكلة. اولا تعرف كنت راح اسكر كمان شوي بس هذا اللايف يعني راح يكون اضافة للجزئية تبعت المرة الماضية. ان شاء الله اليوم بالليل غالبا، يعني اليوم بالليل راح نكمل هذا اللايف. الله يعطيك العافية والسلام عليكم.